طيب بداية كلام كده، مليون مبروك على الفوز ببطولة دكتور، حاجة جميلة جدا. عايزين نعرف برضو منكم يعني مدى قوة المنافسة كانت في البطولة دي عاملة ازاي، وأصعب المنافسين من وجهة كل واحد فيكم أو من وجهة نظر كل واحد فيكم بالنسبة لك. هو احنا دايما تبقى كل سنة عندنا هي الشمس، هي منافس قوي جدا، وهي السنة دي كانت بطولة مختلفة شوية عشان من أول دور كان معانا فرقة قوية، يعني كان معانا وادي دجلة من أول دور، نجح حاجة جديدة علينا برضو، وكان الفرق يعني العدد بتاعها أقل شوية، كان البطولة أنا أصعب السنة دي. يعني بشكل عام ما كانش بس الموضوع متوقف على قوة المنافس اللي هو نادي الشمس، كان فيه غيره كمان. لا كان فيه كذا فريق. بالنسبة لك أنت هو البطولة حتى القاهرة الفرق كلها تقريبا نفس المستوى، يعني كله بينافس برضه على الأول، كله عايز أول وتاني، كله بينافس زي بعض. طبعا. فمفيش فرقة داخلة مستسلمة، فرقة داخلة مش مركزة، كله برضه شايف المركز الأول قدامه. فالمنافسة تبقى قوية جدا.